الاتحادية الجزائرية لكرة القدم نقل مقابلات المنتخب الوطني إلى ملعب آخر غير ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الذي حقق فيه الخضر إنجازات كبيرة آخرها تأهل إلى كان 2015. يأتي ذلك بعد تأزم العلاقة من جديد بين رئيس الفاف ووالي البليدة محمد أشان. تقرير إبراهيم الدب. بأربع انتصارات من أربع مباريات متتالية سجل المنتخب الوطني حضوره السادس عشر في كان 2015 دون انتظار بقية مباريات المجموعة والتي سيكون فيها رفقاء في غولي على موعد مع مباراتين متتاليتين بشكل ودي بالنسبة للمدرب غوركييف الذي سيعمل على تجهيز فريقه للمونديال الأفريقي. إلى هنا كل الأمور تمام بالنسبة للخضر، لكن عندما يكون الجمهور الرياضي الجزائري على علم بمكان واسم الملعب الذي سيلعب عليه الخضر في الجولة الأخيرة لما ينزل رفقاء إبراهيمي ضيوفا على نسور مالي بملعب باماكو ستاديوم ولا يعلمون أين سيلعب الخضر المباراة التي تسبقها أمام منتخب أثيوبيا والتي ستجرى بالجزائر فهنا مشكل. ولعل أهم إجابة تفسر لنا هذا الإشكال هي هذه الصورة لرئيس الاتحادية كرة القدم محمد روراوة وهو جالس في المدرجات العادية رفقة أعضاء من مكتب الفاف يتابعون مباراة الخضر أمام مالاوي دون جلوس في المنصة الشرفية. لنطرح تساؤل جديد تجيبنا عليه حادثة قريبة وقعت قبل شهر سبتمبر وبالتحديد في مباراة الجولة الثانية من تصفيات الكان في مقابلة الجزائر مالي عندما اختلط الحابل بالنابل في الأمور التنظيمية للمباراة بملعب تشاكر واندلاع حرب اتهامات بين رئيس الفاف ووالي ولاية البليدة محمد أشان. لكن في هذه المرة الثانية تبدو أن الأمور ستتخذ منحنى آخر فيما يخص مكان إجراء مقابلات المنتخب الوطني مستقبلا، خاصة والحركة التي قام بها رئيس الفاف في رفضه أولا دعوات الوالي واعتزال المنصة الشرفية في رسالة مشفرة من رئيس الفاف يعلن فيها عدم تحمله تواصل تدخل الوالي في الأمور التنظيمية بملعب البليدة، ويعلن بشكل نسبي وبشكل غير مباشر الطلاق الرسمي للخضر مع ملعب مصطفى تشاكر وتعويضه بملعب آخر قد يكون ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في أنسب بديل بأرضية ميدان ممتازة وملعب جاهز لاحتضان مباراة دولية في ظل حالة كارثية لا يزال يعاني منها ثاني أكبر ملعب بالجزائر وهو ملعب 19 ماي بعنابة، وأيضا في ظل عدم اكتمال الأشغال بملعب وهران الجديد.